من القاهرة اليوم عندي اجتماع، طبعا جروب العمل كله في مصر كان يعني تجهيز سريع، فعاملين لي فطور مصري. شوفوا الأشياء الحلوة، طبعا ده في المكتب، مش تقولوا مش عارف مين، يعني تجهيزات مكتب وأبدعوا بالشكل ده. الفطير أحلى إشي، الطحينة بس الخبز هذا الجميل، يا سلام، والبيض والقشطة أزكى إشي. وقلتوا لي هذا مش يا نهار أبيض. أوكي ثانك يو سو ماتش يا جماعة، ثانك يو سو ماتش. يلا يا جماعة يلا عشان أنا قعدت. أنتوا كل يوم بتفطروا هيك في المكتب؟ بس أحلى إشي جمعتكم هاي، ما شاء الله، I'm so happy. Thank you. بقى يقولوا لي ابدا في ايه، مثلا ابدا في الفطير. شوف طبعا الناس قاعدين ياكلوا، انا ما يهمنيش الاكل، انا يهمني اتفرج. لا طبعا لازم اكل، بس قولوا لي بقى بتقترحوا ابتدي في ايه. فطير مشلتت، طب ماشي، انا كنت بدي ابدا بالقشطه والعسل وهيك، يعني انه سويت بالفطير. لا انا بالفطير اوكي، بس اني اكل حلويات بعدين، اكل بيض بقى ومش طيب. تحية لكل اللي في مصر وكل متابعيني المصريين.